يسعد صباحكم من جديد مكملين معكم في إطلالتنا الصباحية من برنامج صباح الخير، وحديثنا الحالي عن منتدى فلسطين للنشاط الرقمي بحلته جديدة. ولهذا العام أبرز تفاصيل هذا المنتدى بالتأكيد مع ضيفتنا من رام الله عبر الفيديو كول، مونيا الظاهر منسقة الإعلام في مركز حملة. يسعد صباحك مونيا، أهلا وسهلا فيك. وصباحك هبة، وصباح كل عم بيشوفونا عم بسمعونا. أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية على جهودكم المبذولة دائما. لكن ما جديد منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، وتذكير للسادة المشاهدين بنبذة حول هذا المنتدى. صحيح، منتدى فلسطين للنشاط الرقمي هو منتدى سنوي يلي بيشتغل عليه مركز حملة من أجل تسليط الضوء على قضايا الحقوق الرقمية الفلسطينية، وضعها في سياق إقليمي ومحلي وإقليمي وعالمي كمان أوسع. وسنة عن سنة بنسلط الضوء على أو بنختص بثيمة معينة ضمن جلسات ورشات عمل حواريات يلي بنسلط فيها الضوء على هاي القضايا، وكمان بنناقش التحديات اليوم اللي عم تواجهنا على الفضاء الرقمي اللي صار هو جزء أساسي من حياتنا، بطلنا نحكي عنه كإشي افتراضي، وبنحاول نطلع بحلول لإلها، وبنجمع خبراء ومتحدثين من كافة أنحاء العالم، صناع قرارات، صناع سياسات، وممثلين عن الحكومات، إضافة طبعاً للنشطاء وناشطات وأكاديميين وباحثين ومختلف الفئات اللي بتكون معنا في المنتدى. هالسنة إحنا عم نجتمع تحت ثيمة التضامن الرقمي من أجل العدالة عملياً. اجتمعنا خلال 3 أيام الماضية، ناقشنا هاي المواضيع، حطناها في سياقات إقليمية وعالمية كمان أوسع، وحكينا أكثر عن التقاطعية فيها. جميل جدا مونيا، يعني إذا ما تحدثنا عن القيمة العامة لهذا المنتدى والهدف العام الذي قد يحقق من خلال هذه الورشات ومن خلال هذه الجلسات التي تنظم خلال فترة المنتدى. احنا بنهدف بشكل اساسي من المنتدى انه نخلق مساحه يلي نكون عم بنناقش فيها هاي القضايا، يعني من ناحيه احنا نحكي او اكثر نطرح او نسلط الضوء على التحديات اليوم بتواجهنا، خصوصا انه احنا كفلسطينيين وفلسطينيات على الفضاء الرقمي عم بنواجه كثير تحديات تتعلق بنشاطنا الرقمي، وبنفس الوقت صرنا عم بنلاقي من هاي المساحه او من الفضاء الرقمي الانترنت السوشيال ميديا مساحة جديدة اللي نسلط فيها الضوء على قضايانا ونطرحها ونحكي فيها على العالم. وخلال السنة الماضية تحديدا الفلسطينيين والفلسطينيات مرقوا بسنة حافلة على الصعيد الدولي، اللي حاولنا من خلال كمان الفضاء الرقمي انه نحكي عن حالنا اكثر، نوصل صوتنا اكثر، وبنفس الوقت لقينا ادوات قمع جديدة على هذا الفضاء، لقينا حذف للمحتوى الفلسطيني، لقينا انتهاكات كثير من تقليل الوصولية من غيرها من الانتهاكات. لهيك احنا كمان بوجود ممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي اللي بيكونوا معنا حاضرين بالمنتدى، واللي كانوا معنا كمان هاي السنة من ميتا، فيسبوك، انستغرام، واتساب، وكلب هاوس وغيرهم، بنحاول كمان انه احنا نخلق مساحة انه نضغط فيها باتجاه سياسات تكون اكثر عادلة للفلسطينيين وما تكون منحازة، وكذلك بوجود كمان صناع سياسات زي مثلا كان معنا هاي السنة عضو الكونغرس الامريكي رشيدة طليب. فبنحاول عمليا انه عن جد يكون في عنا هاي المساحة يلي نكون عم بنناقش هاي القضايا، اللي نكون كمان عم نرفع الوعي اتجاه كيف ممكن احنا نحسن من ادائنا ومن وجودنا على المساحات الرقميه، وكمان نضغط اتجاه سياسات اكثر عادله. نعم مونيا، برايك يعني هل ممكن كنتاج لهذه الجلسات ولهذه يعني الحوارات والنقاشات مع كل من ذكرتيهم كممثلين عن شركات كبيره او قوى ضغط خلينا نقول، وبالتالي هل ممكن ان يعني نخرج من خلالها بنتائج فعلا حقيقيه فعليه على ارض الواقع تحد من الانتهاكات الرقميه اللي بيواجهها المحتوى الفلسطيني او صانعي المحتوى الفلسطيني؟ صحيح هبة، احنا بنشوف انه الشغل عمليا باتجاه هذا الموضوع هو شيء تراكمي، وكل ما كنا عم نحكي اكثر، كل ما كنا عم نضغط اكثر، كل ما كنا اكثر عم نفرض وجودنا، لانه اليوم المحتوى الفلسطيني مثلا عبر المنصات هو وجود فلسطيني بالضروره عبر المنصات، وبالتالي احنا عم نشوف انه هذا جزء من جهود تراكميه يلي حمله عم بشتغل من سنوات بالشراكه طبعا مع مؤسسات محليه ثانيه ودوليه واقليميه من اجل انه نوصل عمليا ل تحقيق سياسات أكثر عدالة. مثلا يعني كنتاج لسنوات من الضغط حاليا عم بتم إجراء تحقيق، واللي ناقشناه كمان في المنتدى، تحقيق من شركة فيسبوك نتيجة توصية لمجلس الإشراف على ميتا بخصوص المحتوى العربي والعبري بعد سنوات من إنها كانت هاي الشركة متمسكة بحكيها بأنه إحنا سياساتنا عادلة وتنطبق على الجميع. فإحنا بنشوف عمليا أنه هاي الجهود التراكمية طبعا هي
بتأثر وطبعاً بتضغط وطبعاً عم بتحط الشركات كمان مساءلة نفسها بإنه كيف إحنا عملياً ممكن كمان هم يطوروا من سياساتهم باتجاه سياسات أكثر عادلة ومنصفة للمحتوى الفلسطيني. جميل جدا. يعني ايضا منيا، هناك استفسار عن موضوعات المنتدى اللي تحدثتم فيها لهذا العام، ابرز هذه المواضيع. صحيح، هذا العام احنا كان في عنا جلسات، عدد من الجلسات وعدد من الحواريات وكذلك الورشات، كان عنا اكثر من 16 او تقريبا 16 جلسه سياساتيه ناقشت كثير مواضيع. ابرز هاي المواضيع اللي ناقشتها هي كل موضوع النشطاء ودور النشطاء والوسائل التواصل الاجتماعي في اعاده مركزه القضيه الفلسطينيه وتحديدا خلال العام الماضي. كذلك في عنا جلسات اللي ركزت على كل مواضيع الاخبار المضلله وتاثيرها على قضايا التضامن مع حقوق الانسان. جلسات ثانيه ركزت على كل موضوع الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، كذلك على كل موضوع بيجاسوس وتأثير تقنيات المراقبة. في عنا كمان جلسة اللي ناقشت مثلا موضوع الفضاء الرقمي الآمن للنساء وكيف احنا ممكن نخلق هذا الفضاء وغيرها من الجلسات الثانية. بينما الورشات، في كان عنا كمان عدة ورشات مع ممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي لكيف احنا ممكن نسخر هاي الفضاءات من أجل الحشد والمناصرة لقضايانا. ورشات ثانية حكت عن الأمان الرقمي، عن ويكيبيديا كأداة للمعرفة، كمان ورشات تانية حكت عن البودكاست، عن التصوير. فعمليا كان في عنا تنوع صراحة في المواضيع وفي الفئات المستهدفة سواء كان من خلال الورشات أو من خلال الجلسات والحوارات. جميل جدا. فيما يتعلق أيضا كيف يمكن يعني الانضمام للمنتدى وإمكانية المشاركة فيه مونيا، وهل هو يعني هناك شروط معينة أم يعني المجال مفتوح لكل مهتم في هذا الموضوع؟ صحيح، احنا حاليا كوننا يعني عمليا قطعنا المنتدى 3 ايام كانت، ولكن اللي بدي احكيه انه بامكان كل حدا لسه يستفيد ويشوف الجلسات والورشات والحواريات بشكل طبعا متاح ومفتوح ومجاني للجميع عبر صفحاتنا على الفيسبوك، كذلك عبر قناتنا على يوتيوب. رح تكون كل التسجيلات موجوده، بيقدروا باي وقت انهم يرجعوا يستفيدوا من الورشات ومن الحواريات ومن الجلسات اللي كانت مطروحه وموجوده معنا. كل الاحترام. مونيا، سؤال أخير، يعني استعدادكم وتجهيزكم لشكل وأيضا لطبيعة المواضيع في المنتدى للأعوام القادمة، هل هي تكون مبنية على نتائج ومخرجات المنتدى المنصرم أم هي تكون وفق أيضا الأحداث التي تدور في المنطقة الفلسطينية تحديدا فيما يتعلق في المجال الرقمي؟ شكرا كثير هبة. احنا يعني بهمنا جدا انه نكون دائما مواكبين لما يحدث، عشان احنا كمان بالاخر لما بنحكي عن وجودنا بالفضاء الرقمي ما بنقدر نغيب او ما بنقدر احنا نتجاهل ايش الاحداث اللي عم بتصير، وبالتالي احنا بالعكس احنا دائما بنكون مواكبين ايش عم بصير، بنحاول انه كمان نكون على اطلاع دائم ونعكس ايش الاشياء اللي عم بتصير كمان على ارض الواقع بالفضاء الرقمي الفلسطيني من خلال منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، واللي هو هذا هدفه انه يسلط الضوء على الحقوق الرقمية الفلسطينية. وبالتالي احنا كمان بناخذ بنتائج منتدى هاي السنة، بنشوف شو المخرجات اللي طلعنا فيها، بنحاول كمان اكيد نقيم تجربة المستخدم، شو الاشياء اللي احنا كمان ممكن نطورها بحيث انه كمان منتدى السنة الماضية يكون ننقله لمستوى اعلى، سواء كان من ناحية مواضيع، من ناحية شكل المنتدى، من ناحية المشاركين وكل التفاصيل هاي اللي بنحاول نوائم عمليا ونوازن ما بين شو عم بصير على ارض الواقع، شو عم بصير بالفضاء الرقمي الفلسطيني، وبين كمان شو مخرجات ونتائج منتدى هذا العام. كل الاحترام وكل التوفيق لكم. منسقة الإعلام في مركز حملة مونيا الظاهر حدثتنا عن منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، نتمنى لكم كل التوفيق ومزيد من الجهود إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا كثير لكم. كنا وياكم بهذه اللمحة حول منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، اللي لا شك دائما في كل عام له دور كبير في موضوع مناقشة أبرز الانتهاكات والقضايا التي تهم الواقع الرقمي الفلسطيني، وأبرز هذه الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني وصانعي المحتوى الفلسطيني. مكملين وإياكم والحديث عن أحوال الطقس ما بين حرارة مرتفعة أم انخفاض على درجات الحرارة بعد هذا الفاصل.